يقول يا شيخ ربعي يشربون سجاير في ديوانيتي، هل علي إثم؟ والله أنا أقول نعم، لا تعينهم على هذا، قل لهم اللي بيدخن يطلع برا يدخن سجارة ويرجع، لا حيدخن في البيت نفسه. الحين وزارات الدولة كلها ممنوع الواحد يدخن فيها، المطار ممنوع، قول بيتي أنا ممنوع، شو المشكلة؟ اللي بيدخن يطلع برا يدخن وبعدين يرجع، لا تدخنوا عندي في البيت، رائحة السجارة تؤذيني كذا كذا وما يجوز، واتقوا الله ما في بأس إن شاء الله تعالى. انصوا إذا ما وإذا قالوا كلام تطردنا من الديوانية، يقول والله ما أطردكم، أنا هذا قانوني، اللي بيدخن يدخن برا، اللي مو جاي كيف، الله يحفظه سبحانه وتعالى.